رحمة، مغرومة من صغري بالفلاحة. أقريت في المعهد الوطني للعلوم الفلاحية، ونقوم حالياً بتنشيط دورة تكوينية في إطار برنامج مدرسة المستثمر الفلاحي FBS. أكريت قطعة أرض نستثمر فيها. السلام عليكم، قدم لكم روحي، أنا الفلاح، ورثت طبة أرض نفلح فيها كما كان يفلح جدودي. أنا ورحمة جيران، بارك الله فيها، تعلمت منها بارشة حاجات صلحت لي خدمتي. أنا صرفت الفلوس الكل اللي لميتها من الخدمة، وتوا عندي مشاكل في مصروف الدار ومصروف الفلاحة. وتعرفش عليش؟ لا والله من يعرف، قولي. على خاطر ما خبيتش شوية فلوس باش تواجه مصاريف العائلة ومصاريف الفلاحة. إيه يا أختي رحمة، فسر لي كيفاش نلقى روحي. مثلا تخطط مليح وتضبط ميزانية قبل الموسم الفلاحي، تقيد فيها كل اللي تحتاجه العائلة من تغذية ولباس وقراية ودويات، وتزيد عليهم زادة كل ما يلزمك لفلاحتك من أسمدة وبذور ومبيدات ودويات، والكل ما يلزمك للأنشطة الفلاحية متاعك المختلفة. وقتها ما تلقاش روحك مخسور. باهي، وكين نسحق للفلوس قبل ما نجمع الصابة ونبيع المنتوج متاعي. هوني تجبد الفلوس اللي خبيتها على مياتي. إيه، وإذا ما يكفيوش تتسلف من البنك أخويا الفالح، وإلا من البوسطة اللي خبيت عندها فلوسك. إيه، ويسلفوني بالسهلة؟ بطبيعة يسلفوك مادام حليت عندهم حساب ادخار وما خبيتش فلوسك في الدار، اللي لا قدر الله ينجموا يتسرقوا ولا يضيعوا ولا تستسهلوا تصرفهم فيسع. والله أنا نخمم في توسيع مشروعي، زعما نجم ناخو قرض للاستثمار؟ أكيد تنجم خويا الفالح، ثم قرض موسمي على عام، وفما قرض متوسط على عامين حتى الخمسة سنين، وفما زيدا قرض طويل مدته الأكثر من خمسة سنين. وأنا ننصحك باش تفكر في توسيع مشروعك بعد ما تدرسوا مليح مليح، على خاطر كي توسع مشروعك تزيد في مداخيلك وتضمن الدوام. أختي رحمة، زعما شنو رأيك في توسيع مشروع إنتاج الحليب متاعي؟ والله فكرة باهية وتنجم تنجح، أما بشروط. إيه شنية أختي رحمة الشروط هذه؟ قل لي ساعة، قديش عندك أنت توا من بقرة؟ تبارك الله خمسة بقرات. مالا اسمعني يا سيدي، كي تكبر بقرة وتولي ما عادش منجة، بدلها ببقرة أخرى منجة، ووقتها تزيد في كمية الحليب وما تزيدش في المصروف، على خاطر المصروف يبقى هو هو. أما راهو عندي مشكلة هي تخزين الحليب اللي ساعات يفسد لي ونخسره. الحل سهل، تشري خزان عصري للحليب يبردوا ويحفظوا المدة طويلة بعد ما تعدلوا على 4 درجات حرارة، وهكا تنجم تبيعوا وانت مطمئن يا سيدي. وما يخفيكش الحليب الفريشك والمبرد والمحلوب بنظافة على قاعدة يكون سمو باهي برشا برشا، وتربح فيه يا سيدي. مالا على بركة الله. ما تنسيش أنه سر نجاح أي مشروع هو حسن التصرف، وتضبط حساباتك بالكدي، وتقرأ حساب غدوة، وديما تتعلم. يعطيك ألف صحة أختي رحمة. الزانية والبير والمية والقصبة صوتها صدى، الزانية والبير والمية والقصبة صوتها صدى.